أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج علمتني الحياة. نقدم لكم في هذه الحلقة طريقة تصفير البيوز أو ما يسمى بتفريغ شحنة البيوز. طبعا كما نشاهد عندنا بطارية اللوحة الأم، وسوف نقوم بتصفيرها أو قصر قطبيها فيما بينهما، وبالتالي سوف تعود إعدادات اللوحة الأم إلى الوضع الافتراضي أو ما يسمى بضبط المصنع. طبعا قبل أن نقوم بتصفير هذه البطارية أو تصفير المكثف الخاص بهذه البطارية، أهم شيء أن نكون قد نزعنا أو فككنا كابل الكهرباء عن جهاز الكمبيوتر. وطريقة فك البطارية بسيطة جدا كما نشاهد. على الشكل التالي، هذه هي البطارية. نقوم بقصر القطبين مع بعضهما كما نشاهد عن طريق البطارية أو عن طريق أي سلك معدني. بعد أن قمنا بقصر القطبين مع بعضهما، نعيد البطارية بشكلها الطبيعي. طبعا هذه العملية نقوم بها أحيانا لعدة أعطال قد تصيب اللوحة، منها أن مراوح الجهاز تدور ولكن لا يوجد صورة على الشاشة. أحيانا هذا العطل يكون بسبب شحنة كهربائية أصابت اللوحة الأم وهي بحاجة لإعادة ضبط المصنع ليتم إصلاح هذا العطل. إذن كما ذكرنا، قد تصيب اللوحة شحنة كهربائية بسبب اختلال الكهرباء الداخلي على الجهاز، وبالتالي يصيبها مثل بنسميها تعليقة احنا للوحة. تصفير البطارية أو تصفير البيوز يعيد اللوحة أو الجهاز إلى العمل. نوصل كابل الكهرباء الآن. أحببت أن أقول أنه في بعض الحالات يطلب منا الجهاز إعادة إدخال البيانات إلى اللوحة الأم أو الإعدادات التي كانت أو الإعدادات المفضلة للوحة الأم، لأنه الآن عادت اللوحة الأم إلى وضع ضبط المصنع كما نشاهد. عادت لعام 2010 وعادت الإعدادات إلى ضبط المصنع كما كانت. الآن نحن في عام 2012، نعيد إدخال بياناتنا بالشكل الصحيح. هناك مشكلة قد تواجه البعض، وهي أنه يقول كل ما أفصل الكهرباء عن الجهاز يعود تاريخ الجهاز إلى 2010 أو 2007 أو 2005. في هذه الحالات قد تكون بطارية المذربورد فارغة تماما وبحاجة إلى تبديل بواحدة جديدة. إذا عادت التاريخ تلقائيا كلما فصلنا الكهرباء عن الجهاز إلى عام 2010 أو 2007 أو إلى ما هنالك أو الوضع الافتراضي للوحة، فيكون هناك مشكلة بالبطارية. وإلى حلقة جديدة من برنامج علمتني الحياة.